نحن في هذا الجمع الآن لدينا آلاف من رفاقنا الطليعيين، هم يرسلون رسالة إلى الجميع في الداخل والخارج أننا أبناء سوريا جميعا صغارا وكبارا، وخاصة الصغار منهم رفاقنا الطليعيين، يقدرون تقديرا عاليا ما قدمه شهداؤنا الأبرار من دمائهم الزكية، وأيضا رجال جيشنا البواسل. كل ما قدموه هو كان السبب في هذا الاجتماع. نحن عم نحضر للاحتفالية من حوالي 7-8 أشهر، تعبيرا ومحبة من الأطفال السورية وتحية منهم ووفاء لأرواح الشهداء الأبرار ولرجال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة. فتم الإعداد والتحضير لهالفعالية بالنسبة للحضور وبالنسبة للفقرات الفنية، والفقرات الفنية بتتضمن فقرات غناء وعزف وفقرات على الأرض. منظمة طلائع البعث هي ولادة دائما للرواد الموهوبين على كافة محافظات القطر أو من كافة محافظات القطر. اليوم نحن عم نحتفل ونعبر نحن وأطفالنا من منظمة طلائع البعث بتحية وفاء للشهداء الأبرار. شارك بالفعالية وهي كتير حلوة والأعراض كتير حلوة، وبالعيد الاستقلال احنا مشاركين بالعرض وبالاستعراض هون بمنظمة الطلائع السنوية. هو عبارة عن مشي 4 قطيرات في المسرح هون. انا اليوم شارك مع رفقاتي في فعالية عيد الاستقلال للجيش العربي السوري، وحابب اسمعكم هاي الاغنية. مكتوب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب.